أكشات، ليش ما عم تنام بغرفتك؟ ماما بترجاكي هلأ مو وقت الحكي. بلا وقته. وانت كمان عرفت مين الشخص المذنب بكل الموضوع، لهيك بطلب منك انه ترجع لغرفتك. ما بصير يا ابني تترك غرفتك، صح؟ جاوبني لا تسكت. بس ماما اللي صح. صح ستي. يا ولاد انتو بهي الفترة تعبانين لانكن عم تواجهوا مشاكل وخايفين على العيلة من بعرف، بس اطمنوا اكيد هي المشاكل كلها رح تنحل. ولحتى تنحل انتو رح تضلوا جنب بعض. القصة وضحت، يعني نحن الا ما نلاقي بارف ونحاسبه على كل شيء. ستي لحظة بس. ماما وانت يا لكشمي بعده شوي على جنب. بصراحة أنا ما بوثق كتير بخطوات الحركة تبعها. تتذكروا شو صار قبل؟ ممكن ننزل هالمرة، لهيك انتبهوا بعده شوي. عم أمن عليهم. استني شوي. وشو هلا؟ مو باليسار، فوتي برجلك اليمين. ماشي. انتو اتنين لابقين كتير لبعض، وانا بدي اياكم تديروا امور هذا البيت سوا. ألو. طيب شكرا، المحقق حكى معي، ما في أخبار جديدة عن بارث، بس رح يلاقوه. ايه كتير منيح. بما أنه الشرطة ما عم تقدر تلاقي، احتمال نحن نلاقي قبلهم. أول أنا ما رح لاقي وأمسكه، رح أقتله بإيدي التنتين. عن جد؟ ايه تعال. يلا تعال. بس بشو بدك تقتلني؟ أنا ما رح. شبك؟ أنجد؟ شبك؟ أنجد؟ أوه أنجد؟ أنجد؟ اللي شبك؟ أنا رح أقول لك شبه لك. أنا حاطت دواء بقلب الأكل اللي على الطاولة. ما
أنجد هي مي شرب. أنجد أنجد انت حيونا. لما تحاول يا أكشات إنك تلحق شي حدا تأكد إنه هذا الحدا ما أنه منتبه عليك. شو أنت؟ شو رفتي؟ كيفك؟ أنت منيحة؟ أه؟ هلأ فهمت. الظاهر كل العائلة عم يعملوا جهدهم ويحتفلوا لحتى يخلوا العروس مبسوطة. حلو، بس بتعرفي أنا زعلان لأنك ما عطيتيني هاي الفرصة. مو عدد فهميني ليش مشاعرك كانت باردة تجاهي. كان كل همي إني يسعدك وأعطيك كل شي بدك إياه، بس أكشات عمل جهده جابك على قصر جيندار. بس الشي اللي أنا عملته إني حجزت فندق كامل مشانك، متذكرة؟ عن جد؟ أنتي هون؟ بارف! لك شبك يا أكشات شوي شوي؟ قصدي أي جي! البطل يلي بيدافع عن حقوق النسوان! لك شبك يا رجل؟ لسه هلأ بلشت الحفلة وانت من هلأ دخلت؟ هذا الشي غلط. ها رفتي؟ انت منيحة؟ شكل العائلة كلياتها نفس الشي. شبكن ليش كلياتكن هيك دختوا؟ لا لا في شي مو مظبوط. هلأ كنتوا قاعدين على الأكل ومبسوطين، شو الشي اللي صار معكن؟ ها؟ بعرف انت شو عملت؟ جدان جدان الحماية الغالية، الحماية الصغيرة والحلوة تبع هاي العيلة. شو؟ بس لتكوني مفكرة حالك محققة شاطرة. من وراء عمايلك خليتيني يكون حقير وبعدين بهدلتيني وبهدلتي اسمي كمان. بس بتعرفي شو الفرق بين المحقق والشرير؟ المحقق بيشتغل بجهد، بيعمل أبحاث وبيجمع أدلة ليثبت التهمة، وإذا كان محظوظ بوقتها احتمال بيلاقي المجرم. بس مع هيك ما حدا بيقدر يحاسبه لأنه هو محقق. أما الشرير